ورجعنا من الفاصل وبنكمل مع بعض، وزي ما شفتوا قبل الفاصل خلصنا الخلطة، وكمان معانا اهو القرنبيط هنشيل جزء منه عشان هو لسه سن عليه اهو. بصوا شايفين ابيض زي الحليب اهو، ما شاء الله حلو جدا. هو محتاج كمان غلوة، فاحنا نعمل ناخد شوية نبدأ نقليهم لحد ما نكمل تسوية بقية القرنبيط، بس عشان وقت الحلقة لازم نعمل ايه، نطلع مع بعض نتيجة حلوة. يلا بينا هنحط هنا بس ثواني كده يتصفى اهو، كمان كام واحدة عشان نبدأ نقليهم فين، على الزيت على طول بس كده. ما شاء الله لونه حلو وسواه كمان هيطلع ان شاء الله حلو جدا. طيب هنعمل ايه، هلبس جلافز بقى، نشوف الزيت معانا ايه دنيته. انا البوتاجاز ده مش عارفه اتاقلم معاه يا شباب اهو. تمام نلبس جلافز بسم الله ونبدا نعمل ايه. احنا المفروض نسيبه يهدى شويه او نشطفه، لو احنا مطلعين تسويته مظبوطه نشطفه بشويه ميه ساقعين. حلو الكلام. طيب هدي او ما عنديش وقت او كل الكلام ده، عادي جدا ان احنا نستخدمه على طول، البيض مش هيتقلي معاكي اللي هنا، هنا في مكونات كتيره جدا فما فيش مشكله. تمام انا عايزه بس الزيت ايه يغلي معايا او يبدا يسخن معايا، فهو لسه خالص، فهنعمل ايه نستنى. طيب لو معانا تليفون ناخد تليفون، ولو معناش تليفون نقول احنا عملنا ايه من بدايه الحلقه. تمام معانا ساره ونقول الو يا ساره. بصوا بقى تعالوا ناخد القرنبيط، عملنا كده هننزل في الزيت وخلاص، احنا عملنا كل حاجه بسم الله اهو. ناخد كده نصفي كويس قوي وننزل كده اهو. طبعا زي ما قلت لكم كل ما هنقلل حجم القرنبيط هيبقى افضل بالنسبه لنا. بسم الله النار هاديه بس ورايقه كده، فاحنا مفيش مشكله احنا هادين ورايقين معاها اهو. اهو نصفي كويس قوي وننزل فين في الزيت، نحاول كده على قد ما نقدر ما نحطش عجين كتير، ما نحطش من الخليط ده كتير فيها، لان هي ما شاء الله فيها حاجات تخليها تنفش زي البيض والبيكنج باودر والنشا ودي والكلام ده كله بينفش وبيبقى حلو جدا اهو. بسم الله عايزين نطلع فاصل، ما عنديش ادنى مشكله. يلا بينا يلا هنحط بس بقيه ال صدقتهم ما صدقت اما صدقتوا تطلعوا فاصل وتسيبوني اهو، وشغلي ده مش يبان، مش يبان للناس ويبقى كده حاجه حلوه. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. طبعا احنا في البيت بنغوص بايدينا بقى وبنعيش، يعني فاهمين جو الشوكه والسكينه ده مش موجود مع القرنبيط خالص اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزين بس يا استاذه ياسمين قبل ما نطلع فاصل نكون اخدنا لون كده شويه من الوش ده زي اللي قدام كده. الله ينور عليكي تسلم ايديكو اهو، ناس شغاله وعامله مجهود رهيب اهو عشان تثبت شغلنا. بصوا بس انا عايزه ثواني، ينفع ثواني بس؟ ماشي ما وراناش حاجه، ما وراناش حاجه حضرتك اهو اهو. يلا بينا تعالوا نقلب على الناحيه الثانيه سريعا كده